زون ميكس. جانا لكم من جديد في زون ميكس والحوار شيق مع اللاعب الدولي السابق جمال الإمام. برشا تواريخ رجعنا لهم. وصلنا للاكسبيرونس نتاع ستاندارد دو ليج. جمال شنو كنت باش تحكي لي قبل ما نقص عليك؟ نحكي لك عاد بون، كي مشيت ستاندارد عملنا رسومبلومون واحد كل شيء، بدينا البريباراسيون خدمنا على رواحنا هكا، وبداو لي ماتش اميكو. لي ماتش اميكو لعبنا 5 ماتش في لي ماتش في البريباراسيون، ماركيت 8 بونت وانا هكا. دونك جيت من بعد البريود عيطوا لي ليكيب ناسيونال اوت 88 ماتش كاليفيكاسيون كوب دي موند غينيا. دونك اللي ما كنت فيه دونك اول ماتش باش نلعبوا بعد ما خرجت. اي انا لعبت قبل، لما اول ماتش كوم جوور التوانسة الكل يستناو في جمال شنو تعلم شنو تبدل، فهمت؟ دونك 380 دوغري تبدلت. داير وقت نلعب في الماتش تقول نلعب كونتر ميني منحس في روحي فيزيك ما طاير بالناس كل معناه طاير. داير في الماتش هذاك عملت ماتش اكسبسيونيل، فهمت؟ دونك قعدت في التاريخ الماتش هذاك. لعبنا الماتش ربحنا 5 بشيء، ماركيت انا زوز، جبت بيلانتي يلعب فيها رجال وقت يلعب فيها كان صدقني ربي بن يحيى ومعلول ولعب دلي حسن وبسام الجريدي هكا، وطارق ذياب بدا يلعب فيه الماتش. ما انا كي لا ما يلعبش طارق وقت مازال طارق جاي من بعد، جاء 89 90 كان معاقب وقت معاقب صحيح هكا. من بعد ما بروبوزي ستوندار عندهم ماتش دوفرتور دو ستاد كل عام يبدلوا البيلوز يبدلوا الدنيا الكل مع برشلونه باش نلعبوا ماتش دوفرتور مع برشلونه لو 6 اوت. برشلونه بالنجوم تاع كرويف وهذوك فوالا، كرويف يلعب زوبيزاريتا ويلعب ملاعبيه كبار وكلينيكير وهرشي بولد وملاعبيه كبار كبار. لقيت روحك بيناتهم؟ والله لقيت روحي مش بيناتهم، لقيت روحي فافوري. شنو فافوري؟ معناها لقيت روحي بالكدا بالكدا معناها. وداير لاعب قبل 24 ساعة لاعب ماتش بلان لو 5 اوت في تونس، احسب انت شوف السخانة شنو الطقس والانرجي اللي ضيعته واحد كل شيء. لو 6 اوت نلعبوا 8 اور دو سوار، كلموني واحد كل شيء بون في الكونترا ما تنجمش تلعب، تعرف القانون لازمك تلعب 48 اور من بعد فوالا، فهمت؟ دونك خذيت الريسك بون، فيها ديزوفر فيها امكانيات واحد كل شيء، قلت انا ما نجم بون بار لي ريسك باش نلعب. حسيلو نهلوني معناها كيما تقول نحن، فهمت؟ عطاوني مبلغ مالي و مع كيبك هذي شنو ستوندار مع ستوندار هكا. ومشيت حذيت الطياره، خذيت الطياره الاربعه نتاع العشيه، ثمانية نتاع الليل الماتش راه. ثمانية نتاع الليل الماتش. متبقى بيت النار. دونك أنا جي تيرميني لو ماتش، أما عطاوني بروجرام قبل بنهارين، قلت لهم أوكي كاني ما تضربتش، تو نجي نلعب. قالوا لي ميم حتى تاع مي طون، ليسونسيل الجمهور عطشان يحب يشوفني ما يعرفنيش، شوفني في الماتش أما يكون ما شافني ما يعرفنيش. ريكروتي معناها ستاندارد دو ليج، ان جوار تونيزيان سوليدور وتر شنو، مي لكن مازالوا ما شافونيش على المباشر، فهمت؟ وشوفوك في روح كيما برشلونه فوالا، فهمت؟ ماتش تيست كبير ياسر، معناها يلزمني نكون معناها اللي هم ماخذين عليه فكره باهي في اللي ماتش ميكون مركي لعبنا، خاطر ماتش شويه ميكون مع جمعيات كبار فيه، لعبنا كونتر سيرفيت دي جنيف، لعبنا حسي ماترا راسينغ هكا. دونك الماتش هذاك بون، انا واحد طلعت في الطياره معايا خويا وقت مشي معايا، قلت كان ما نجمش نقعد وحدي، فهمت؟ طلع معايا خويا يكلموا ديجا اون كونتاكت معناها في الزافنتين في المطار في واحد، يقول لهم حطوه في الكرسي الاولاني باش ديريكت يهبط يلقى يهبط فيسا يهبط فيسا على الوقت، فهمت؟ تي موتار مرسيدس 500 لوت حسيت وليت تقول عليا مارادونا تاع ستار هكا. دونك خلطت الستة غير بون في بلجيكا، اللعبة في ستوندار 100 كيلومتر راهو باش نعمل 100 كيلومتر، معناها يكون في 25 مينوت مرسيدس وموتار قدامك معناها طاير تيران، فهمت؟ حسيلو وقت اللي خلطت للتيران ديجا دخلت نقل جوريات ديجا يمسدوا شيء لابسين حوايجهم يستناو، ماريولي يستنى واحد كل شيء. داير انا من الكولوار نحي في حوايجي باش بني مو حاجه توجوج على معناها تقشعر البدن. هبطت انترونور اربان برامس ما عرفش موجود حي ولا، فهمت؟ اقسم بالله يلبس فيه في البروتيج ويلبس فيه في اخلط برك اي، فهمت؟ الاولاد يعملوا في ليشوفمون في ستوندار وانا ما اونتوني، واحد يربط لي هذه والاخر لبسني في هكا واحد كل شيء.
حسيلو 40 ميل في الستاد. الناس كل تعب هبطت تسخن وانا ما زلت ما هبطتش. انا هبطت حسيلو تقول مارادونا هبطت فهمت هكا. وبديت العرض داير حاجه عملت في برشلونة عملنا فيه 0-0. انت ايش عملت؟ انا عملت ماتش كبير ياس. عملت ماتش خرجت داير راس راس مع زوبي زريتا. خذيتها من السونتر عملتها كي حسيلو دريبلت بزوز. علاش ما تولدتش تعجبها في ستوندار؟ قعدت عامين برك مشيت لها. اخزر انا 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 صارت لي المشاكل في ستوندار مش مشاكل صارت لي. هو هبتني برشا ليكيب ناسيونال في تونس. كنت نهبط حتى في اللي ماتش اميكو. النابي كل كانوا هكاك مش كان انت. اي ما انا ايش نقول لك حاجه وقت اللي هما ايكيب ناسيونال قبل كل شيء متفاهمين بلادي وكل شيء. اما فما دي ماتش ماذا بهم يغمضوا عينيهم ما يغزروليش يجيبوني في لي ماتش ديسيسيف اللي اهم حاجه خاطر تجيبني في ماتش اميكال شنو باش تربح مني وقت اللي انا زاد ما واحد يلزم خم على روحه شويه فهمت. لي ماتش اميكو تجيبني انا عندي خمسه وسته ايترونجي يستناو فيا ورايا معناها انا كي باش نمشي ويلعبوا ايترونجيخ وتمشي الامور ماك تعرف في اوروبا في البروفيسيونيل ايكيب تمشي كي غاني ما تبدلش دونك هذاك تقلقوا من حاجه هذه تقلقوا ويمشي يجي يمشي داير انا عام 90 وقت الكاليفيكاسيون فينال كوب دي تي كوب فينال كاليفيكاسيون فين واحد كاليفيكاسيون كوم فاس فينال فاس فينال فاس فينال كاليفيكاسيون كوب دي مون نتاع الكامرون لونترنور مو تنحى روبان برام جابوا جورج كاسلير. جورج كاسلير هذا جاب دي زيترونجي اخرين مي لكن ما يجيش ينحيني انا دونك لقى الفرصه قال لي ما تمشيش تلعب راه ماكمش باش ترشح خاطر خسرنا 2-0 في الكامرون في تونس يلزمنا نماركيو ثلاثه فهمت. قلت له انا سيمون بي يلزمني نمشي وذي بلادي واحد كل شيء. قال لي تحمس وليت رجعت ما عادش نلعب فهمت. هذا عام الثالث صحيح جاب لاعب مكاين صهيوني بلاستيك ولا لا 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 مو صحيح لا لا لو دو اسرائيليان اللي كانوا يلعبوا في ستوندار جينا في ريكروتمونات وقت اللي انا جيت ستوندار هما ديجا خذوهم معناها مشريين من فهمت. فرد عام جيت انا وياهم فهمت. وكان فما ماتش قلت نحام هو بعد لونترنور الثاني اللي جا كان فما ماتش باش تمشي تلعب في كاين صهيوني قلت لا وقتها لا ما نمشيش ما مشيتش ما تقلقوش غادي ولا لا لا قلت لهم ما نمشيش ما مشيتش دونك قعدت في نترينا مع ليكيب ريزيرف يحكي لي كل 3 جور فهمت. عملوا ماتش اميكال مع ايكيب في اسرائيل دونك انا وحدي ما غير واحد حتى داير الرئيس قال لي شبيك هكا في سكرتير جينيرال وقت لوجيون روتي قال لي جميل ما تخافش امشي واحد كل شيء. قلت له انا ما نجمش انا يعملوا لي طابع في باسبوري دونك انا ما نمشيش ناخذش الريسك. قلت له انا ما يزيدني شيء الماتش هذا. قلت له ما مشيتش فهمت. المشي لالمانيا كيفاش كانت كيفاش جات؟ المشي لالمانيا هو ما عادش حاجتهم بيك حسب ما فهمت في الماتش لالمانيا لا مش ما عادش حاجتهم بيا لونترنور ما عادش حاجته بيا خاطر انا قلت وليت له مشكله في الستاندار نتاع المشي وجاي لتونس لا لونترنور الثاني لونترنور الثاني لعبت معاه ممكن 15 ماتش على 30 ولا 5 كيف وليت له مشكله؟ وليت له مشكله خاطر هو جاب دي زيترونجي جاب هولنديين وجاب بلغار جاب ملاعبيه اخرين ايترونجي دونك وستاندار البصمه نتاعنا قعدت دونك ولاو يحب معناها تحبينا في ستاندار فهمت. انا وحتى شالوم تيكفا كانوا يحبوه برشا معناها يعني زرينا شنو صار دونك ماذا بيه تخلص منا. مشى شالوم تيكفا سلفوه اللانس في فرنسا وانا سلفوني لالمانيا باش ما نلعب. جاتني انت لعبت براشفايك في القسم الثاني في المانيا اي جاتني شارلوا جاتني سيركل دو بروج جاتني اندرليكت جاتني انفيرس قالوا لي ما تلعبش في بلجيك دونك مشيت نلعب في المانيا. قلت انا باش نقعد نخسر عام مانيش باش نلعب خليني نمشي. مشيت نلعب في المانيا وبليجي با لو شوا. الشوا باش رجع لتونس كيفاش جا بعد رجعت لبلجيكا هذا اللي عملت 6 شهور رجعت لبلجيكا ومن بعد عملت 6 شهور ومن بعد مشيت من بعد قبل بلجيكا ما نمشي للاتحاد جده كنت باش واحد جاتني مالاغا زاد اسبانيا مشيت واحد كل شيء وما تفهمنيش على المبلغ وقتها. ولا كاع في القسم الاول تلعب وقتها؟ وقتها تلعب بريمير ديفيزيون. ما تفهمنيش على الفلوس. فهمتك. دونك هما وقتها اونترنور ديريكتور تكنيك ماروكان اسمه بن مبارك معروف ياسر. نجموا نعتبروا المشي بعد 92 الاتحاد السعودي خطوه لتالي ولا لا؟
والله ليلى هي ستان اكسبيريونس. بون انا كنت في ريتم اخر ومن بعد مشيت السعوديه دونك ممكن زاد خممت شويه بتتر شويه ماديات بتتر شويه بون ما خاطر انا ما جاتني الملاعبي وقت اللي يولي مع شي يجي يلعب برشا في معناها يلعب تيتولير راهو لو دوموند ما عادش برشا فهمت دونك انا جي شوازي باش نمشي للسعوديه فهمت مشيت عملت تقطع عامل كونترات مع مين مشيت عملت عام وبعد 94 جات الكوب دافريك اي رجعت لتونس رجعت لتونس بعد الكوب دافريك الكوب دافريك قعدت بين الكلوب في تونس قعدت بين الكلوب وستاد علاش قعدت تمشي وتجي معناها ايه مره برك مشيت وجيت مشيت من 93 97 ستاد من 93 97 هكا صحيت 97 مشيت للكلوب باهي سي علاش اخترت تمشي للكلوب سي ليه مش اخترت اكيد وصلوك عروض الوقت استناني شنو نقول لك توا مش اخترت الكلوب كلوب افريكان هي راهي قصه طويله ما لكن انا جي شوازي الكلوب افريكان بون طلبوني لتوال ومشيت لتوال وتفاهمت معاهم واحد كل شيء وسنة با مارشي صارت فيها مشكله وترشنو مش مشكله فلوس مشكله رؤساء مع بعضهم يعني دخل فيها واحد كبير قال لي ما يمشيش بي ما يجيناش لي نحن وترشنو فهمت واحد كبير هذيب للغاز اي ما يسالش مش مشكله ما نحبش نرجع بالتوالي انا في الموضوع فهمت دونك تفهم رئيس النادي نتاع ساتونيزيان مع وقتها اسمه رئيس ليتوال عثمان جنايح وتفهموا على المونتون باش مونتون كبير برشا وزيد زوز ملاعبيه دو كاليتي باش يعطيهم للساتونيزيان وانا باش نعرف ليتوال وقتها بون بعد ما انت حبيت كلمني انا كلمني من الاخر كلمني واحد معروف ياسر قال لي ما تمشيش اقعد في الصاد تلعب تجينا لنحن دي شنو هي معروف ياسر عبد مش تفهم تي تراجي رياضي اوكي رئيس تراجي السابق اللي اي اوكي باهي من 97 ل 2001 قعدت في الكلوب اي حتى ل 2001 هزيت زوز كؤوس 98 و 2000 هزيت زوز كؤوس وبطوله عربيه نجم نقولوا شويه ولا شويه. علاش؟ كهو هذاك هو شنو هذاك هو ما نجمش نزيد ترويات اخرى في ستاد تونيزيان ستاد تونيزيان بون هزيت معهم كان كوبا راب بعد ما رجعت من الكلوب شامبيون بس ستاد تونيزيان ديما بارمي معناها تلعب كاتريام سانكيام واحد كل شيء ما خلطتش الغالب الغالب بون كانت عندنا ايكيب نحن ستاد تونيزيان 86 87 اقوى جمعيه في تونس وكنا نجموا نهزوا الشامبيون ما هزيناش الشامبيون فهمت كاو ما ستان شوا ما كاو هذاك هو تنجم تكون ملاعب كبير وما تهزش برشا تترويات فهمت جمهور ستاد لتو متغش عليك شويه يعتبروك كانك كنت ستاد بالعكس بالحق يحبوني برشا خنت انا ستاد تونيزيان انا وقت اللي مشيت من ستاد تونيزيان راني مش انا جي دوموندي باش نمشي من ستاد هما باعوني حتى ما عادش يجموا يخلصوني داير سي منصف الشريف هو الرئيس الله يذكر بالخير دونك انا قاعد قال لي راهو بون راهو كلموني خاطر انا كلموني الكلوب اون كونتاكت قبل ما قلت لهم كلموا استاد تفاهموا مع استاد وبعد انا مش فهمت كي كلموا رئيس قال لي راهي مبروك راه تفاهموا مع الكلوب افريكان واحد جاي باعوني وقت الكلوب افريكان وانا بعد جاي حكيت مع الشريف بلامين الله يرحمه وتفاهمنا في تفي معناها كلي باهي شويه باش نحكيو على مسيرتك في المنتخب في النوادي راضي على المسيره نتاعك ولا كنت تعمل خير؟ اغسر هو ماذا بيه واحد ديما يعمل خير لكن على الـ على الـ على الظروف وعلى الامكانيات وعلى الـ 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 الوقت هذاك انا ساتيسفي برشا واحد اخر في بلاصتي كان يجي يتعدى كوتي حتى تويجات ما كانوش برشا في تونس مش مشكل التويجات هي محبه الناس والتاريخ كل جمعيه مشيت لها عملت بصمه فيها وكل بلاد مشيت فيها ولعبت في المنتخب ولا سوية في النوادي مع النوادي متاعي ولا خليت بصمة مش كل شيء تترويت اوكي متفاهمين تترويت فما ملاعبية كبار ما هزتش تترويت اما ملاعبية ما بتشوف انت مثلا اعطيني انت فما ملاعبية مثلا عبد الحميد هرقيل ملاعب كبير ولا صحيح ما شفتش حد تترويت محسن جندوبي ملاعب كبير ولا اما يقعدوا مهمين للقاب عند الملاعب يا جمال اي احمد المغيربي ملاعب كبير ولا ما هز نور الدين ديو ملاعب كبير ولا متفاهمين جميله ما يقعدوا مهمين قلت لك مهمين الغالب هذاك جينا في جمعيه نحبوها
ظروف ساتونيزيان حتى في الكلوب نحكي شويه معناها زوز كؤوس. انا لعبت 5 سنين هزيت برسكا تروا تيتر بيه على 5 شنو تحب نزل كل عام تيتر بطوله ولا في بالك. انا كلوب افريكان وقت اللي جيت للكلوب افريكان 95 الكلوب افريكان عنده 10 سنين ما ربحتش اسبيرونس. وكلوب افريكان ربح لي الاسبيرونس اللي يورتور ما تنسش تيتر. فهمت. دونك انا العام هذاك ربحت الاسبيرونس اللي يورتور. تعتبرها بطوله بالنسبه لي انا؟ لا مش ريان هو عادي. انا الماتشات الكل عادي اما انا مش وحدي نلعب. نحكي لك انا على تيترويات البريود هذيك هزينا بون كانت فما برشا امور اخرى راهو خارجه النطاق اللي هي في البطوله. معناها كنا نحن كنا نجموا نزبوا بطوله العام هذاك عام 98 كنا نزبوا بطوله. شنو صار؟ صار برشا مشاكل صارت مثلا. نحكي لك صارت برشا مشاكل فما برشا ماتشات خسرنا بالزاربيت تروازي مافريتس ما تلعبش ماتش جاي خسرنا فينال كنت الكلوب افريكان نحن حتى فوز روسي ديمي فينال كارتون جون تروازيام اخطاء معناتها تعتبرها عاديه ولا سوني؟ لا سوني انا نقول لك سوني وفما ماتشات سوني وفما ماتشات برشا ماتشات سوني ما نجمش نسمي لك اما فما ماتشات تعداو برشا. علاش ما تحب تسمي؟ ما نحبش سامي خاطر حكايه فارغه تو ماني بزيدني عاد شيء. مثلا تو زياد الجزيره رجع لها الحكايه كان يعاود حيرها البريود اللي فاتت وقال حتى شكك في القاب نتاع ترجي وقال فيها وعليها حكايه كما هي. انت شنو رايك؟ انا مانيش موجود كان مش موجود. انا مانيش باش نجاوب في بلاصه الجزيري. فما حاجات صحاح قالهم زياد وفما حاجات غلطين. مثلا انا نلوم زياد ممكن في التشنج نتاعو. انت انسان قدوه وانسان نظيف ومتربي والناس تحبك ما تكلمش بالطريقه هذيك. فما طريقه ان ديريكتومون ولكن تفهم. فهمت. بون ما تفهم وتكلم الاخر وتكلم الاخر واحد كل شيء اما ما تكلمش بالطريقه هذيك. لكن ما كان فما تجاوزات كانت في البطولات قبل كانت فما حاجات ملموسه تنجم تقولها لنا زياد. شنو اخي نحن ستاتونيزيان كل عام ما تنحناش شامبيونان كيفاش؟ كونتر سيابي كيفاش نحات؟ عام 84 ما تنحى الشامبيون. احكي لنا ربحنا سيابي في بنزرت وعملنا نيول في منزا عام 84 84 85 84 كيفاش نحات؟ تنحى طلعوا قانون قال لي اللي ماركه في اللالي اكثر من اللي ماركه في ما كانش القانون هذا موجود. طلعوا قانون خاطر سيابي فهمت يا اخي. فما ماتشات زاد مع جمعيات اخرين زاد كيف انا صاروا لي ماتشات في كاريري الرؤساء تكلم فيا وانا عمري ما نهار في حياتي خنت جمعيتي. فما رئيس ورؤساء هيا دهده تو نسيبوك تمشي تلعب كوب دي موند ولا تلعب شنو؟ اش معناها؟ شنو هو دهده؟ معناها سيب الماتش. في ماتش شكون هذا؟ في ماتش. استاد وشكون؟ استاد وجمعيه كبيره. ممكن تحت جمال تلمح باش تقول تراجي ما تحبش تقول. تراجي رياضي تونسي. كلمك رئيس نادي نتاع تراجي وقتها قال لك. انا حابش نسمي انا اخويا كلين تو فات على الناس الكل تعرف شكون رئيس النادي ولا كيفاش قال لك ارخف شويه اي دهده تو تمشي كوب دي موند 2002 وانا وقت عمري 35 سنه ولا 34 سنه باش كان مشيت مشيت 98 انا وقتي في تومكي ومساهم في الترشحات تاع المنتخب مساهم جزء مش الكل اما جزء لاعب على 6 ماتشات 5 ماتشات في الكوب دي كاليفيكاسيون كوب دي موند وما مشيتش كوب دي موند عليه خاطر مشيت صححت في النادي الافريقي. ورئيس سابق ترجي كان حبك صح في ترجي معناها؟ إيه مش إيه هي راهو نقول لك حاجه الترجي الرياضي طلبوني ان ديريكتومون مش من طريقه هو موصل هو متكلم باش يوصلوا لي جماعه اخرين فهمت؟ لكن انا عمري ما رفضت الترجي الرياضي مال مكتوب هذايا فهمت؟ لكن انا عمري ما نهار تكلمت في الترجي الرياضي جماعه الترجي الرياضي جماعه كبيره اكبر من الناس الكل متفاهمين علاش ما مشيتش للترجي؟ مش ما مشيتش للتراجي ظروف حكمت ما مشيتش وانا ما نعرفش يعني لو في ما كنتش نجم نرتاح البريود هذيك في التراجي وكا علاش فسر لي علاش خاطر ما نجمش نرتاح وكا انا كيك واحد ما تحبش التراجي لا بالعكس لا ما تقوليش هذه ايمون نحب نفهم شنو انا الوقت هذاك نتصور الناس كل وقتها كانت تحلم تلعب في التراجي انا بيدي الناس كل اللي تعرضني مكشخه الكل يقولوا لي جمال علاش ما نلعبش في الاسبيرونس رانا حابينك تلعب في الاسبيرونس قلت لهم الله غالب مكتوب ما لعبتش في التراجي كاو ما تفهمش انت رئيس النادي نتاعه والله ما يقولها كما تحب بيف احكي لي شنو حكيت لما سلمتش عليه وقتها هو ما سلمت عليه سيد سليم شيبوب رئيس سابق الترجي ما سلمتش عليه فما حاجه قبل ماتش كاميرون عام 90
صارت حاجه هكا؟ اي صارت فازه. اي شنو هي الفازه بالضبط؟ تو ترجع فيا تقولي بربي انا ما نحبش نجبد تو اغسل. عام 90 نلعبوا في الكامرون في هوندي. لو سول جوار بروفيسيونيل يلعب في واحد هو جمال امام ولا سعد العبدلي. اي. ونلعب تيتولير ابارونتير راهو عامي الاول في ستاندار. اي. معناها انا عامي الاول خذيت ميال اترونجي في بلجيكا. نجي نمشي الكوب دي نمشي للكامرون نخلي ايكيبي ونخلي واحد ونمشي نقعد رومبلاسون في الكامرون. وقت اللي انا اتاكو اليعقل ليكيب ناسيونال يلعبوا طارق ذياب افون سونتر. دي اي علاش السبب؟ علاش؟ قول اسال هو. ماكش شوا تكنيك من لونترينور؟ لا فما حتى شوا تكنيك. الوقت هذاك ما فما حتى ملاعبي فالابل اكثر مني انا. عندك خليت كيبك وجيت باش تلعب ماتش في الكاميرون وما لعبتش. جيت باش نلعب، جاي باش نحارب انا. مش باش نلعب، جاي باش نحارب، جاي باش باش نهز رايت بلادي. خليت انا روحي بعد روحت من الكاميرون انا قعدت كل شهر باش نحيد بلادي. وقتها هو كان طالبك باش تجي وما جيتش ولا لا؟ هو الشهرين الاولانيين قال لي انا مازال عندي شهرين. دونك على خاطر ما جيتش انا عندي شهرين بروفيسيونيل وقال لي تجي تلعب في الترجي. وانا نلعب في بلجيكا، يا ودي قلت له اخضر انا مازال. دونك تفهم على هذاك ما لعبتش انت؟ لا لا هو ما اغزر اغزر. هو انا وياه الكوره ما يتعداش هكا هو هكا ما نعرفش ما عندي حتى شيء معاه وما عمل لي حتى شيء وراه ما يحتمل ان نكون غلط في حاجاته فهمت. اما لكن انا في الكوره تعلمت حاجه نجم نكون انا مانيش متربي نجم نكون هكا اما انا في الكوره حتى حد ما عمل لي مزي في التيران خارج التيران انت واخلاقك وانت وعلاقاتك. انا الحمد لله علاقاتي طيبه لليوم وغد صار حاجات اشكاليات هذوما انا ما تعنيني ما هلكت ليش كاريري هلكت لي ممكن شويه بارماريسي اما كاريري ما هلكت لي. جاك مد لك يد وقلت له ليه ما تسلمش عليه كيفاش بالضبط؟ لا 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 هذاك لا قول لي احنا نفهم كيفاش. لا 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 ما نعرفش هو وقت ديجا كيفاش المشكله نحن في بوردو ستاج وماشيين وقت الطياره جاي طياره حربيه. جينا هبطنا درس شنو جاي مشاو يسلموا لي جواليت انا قاعد في السال دوتونت استنى شي قال لي اش بيك يا فارق ما تجيش تسلم على العباد. قلت له خينا ضيف ولا انت؟ واضح دونك سي با كيستيون ما عندي حتى شيء معاه الغدوه بعد غدوه ما حسيت هذوما مشاو على روحهم ما نحبش نحكي فيهم. نعمل ترتيح مع بي بي سي نيوز وبعد مواصلين في زون ميكس حتى للخمسه نتاع العشاء. BBC Global News Beat عادتها أميمة شاذلي وتقرأها منار عبد الله أهلا بكم.